متابعينا الى فاضل انطلق الشوط الثامن وشوط يخص الجعدان والثلاثة كيلومتر هو المدار التنافسي الذي من خلاله نشاهد تحديات جميلة مع سن الحقائق مع شعارات هيجن اصحاب السمو الشيوخ والسعادة حيث سباقنا المحل السابع الى المقدمة مباشرة الى الصدارة نتابع المراكز الخمس ونبدأ مع مقدمة الشوط مع هذا الانطلاق من طشار اللي يقتحم مع الصدارة في هذا الأداء الجميل من هجن أم الزبار حمد بن محمد الجرحب من يقدم لنا طشار على الصدارة على المركز الأول بينما في ثاني المراكز نتابع أيضا القدوم والانطلاق من سيد على المركز الثاني من هجن أم الزبار عبد الله بن علي بن سلام الهاجري يتابع في عملية التضبير بينما في المركز الثالث قادما في هذه اللحظات غريب من هجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يقدم غريب في هذا الشوط مع المركز الثالث المركز الرابع وتابع أيضا القدوم في هذه اللحظات من قبل الناوي القادم بشعار هجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بفران المري من يقدم الناوي على المركز الرابع المركز الخامس تابع المصير القادم بهذا الأداء الجميل من هجن أم الزبار وناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يقدم المصير بهذا الانطلاق الجميل والزعيم أيضا يحضر بأداء فنان من هجن أم الزبار سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري يقدم في عملية التضمير هذه الأسماء أيضا التي تنطلق في القمة وتنطلق مع الصدارة ولكن شاهدوا معنا المشهد الرائع والمميز اللي من خلاله نتابع الإثارة والمنافسات الكبيرة عودتنا إلى مقدمة الشوط ما شاء الله طشار 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 على المركز الأول بشعار هجن أم الزبار حمد بن محمد الجرحب يقدم الانطلاقة من طشار على الصدارة بهذا الاندفاع الجميل بينما في المركز الثاني تابع أيضا الوجود من شهاب من هجن أم الزبار محمد بن بخيت بن برقان يقدم شهاب في عملية التضمير موقع في المركز الثاني أما على ثالث المراكز فنشاهد أيضا المتقدم سيد من هجن أم الزبار عبد الله بن علي بن سلام الهاجري يتابع الانطلاق من سيد المركز الرابع شوف أيضا الاسم القادم وتابع الحضور الجميل من الزعيم من هجن أم الزبار سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري المركز الخامس تحرك منصف من هجن أم الزبار محمد بن بخيت بن برقان يقدم في عملية التضمير والتدريب المراكز الخمس متابعينا الكرام وخلف المراكز الخمس أشاهد سهيل الجارف أيضا من الأسماء القادمة وأيضا نتابع تحدي وإثارة ومنافسة تحضر مع سن الحقائق في هذا الصباح على ميدان الشحانية وفي منافسات السباق المحل السابع الصدارة ثنائي جميل يسير بتواجد وانطلاقة طشار وحضور أيضا من شهاب ما شاء الله وتبارك الرحمن شهاب غير مع الصدارة مع المركز الأول تقدم في هذا التقدم الجميل الصارم يقدم لنا هنا الصدارة والمقدمة ويقدم لنا تحديات شهاب بشعار هجن أم الزبار وشعار هجن الشحانية قادما في هذه اللحظات المثيرة من خلال هذا القدوم ما شاء الله زكريت القادم بشعار هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بفران المري من يقدم لنا شعار هجن الشحانية ويقدم لنا زكريت إلى الصدارة إلى المركز الأول ما شاء الله وتبارك الرحمن زكريت منطار بالناموس والانتصار تهانينا لهجن الشحانية والمضمرة جابر بن سالم بفاران المري لحظات الوصول إلى خط نهاية زكريت من يعلن حضوره في هذا المسار الجميل تهانينا لهجن الشحانية وللشبل جابر بن سالم بفاران المري لحظات الوصول تهانينا والناموس ما شاء الله وتبارك الرحمن بينما المركز الثاني كان الوصول مشاهدي الأعزاء من قبل الشهاب من هجن أم الزبار محمد بن بخيت بن برقان وثالث المراكز من وصل في المركز الثالث الزعيم من هجن أم الزبار بمتابعة سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري المركز الرابع المركز الرابع منصف من هجن أم الزبار محمد بن بخيت بن برقان وخامس المراكز كان الوصول مشاهدين الأعزاء من الريان
من هجنم والزبار حمد بن محمد بن جرحب. هذه النتيجة متابعين الكرام للمراكز الخمسة، عودة إلى التوقيت الزمني، وهذا ملخص الإعادة، وهذا زكريت بقدومه الجميل والمثير بشعار هجن الشحانية. لحظات الوصول والتوقيت الزمني قاطع المسافة في زمن وقدرة 4:30 38 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللشبل جابر بسالب فاران المري، بينما شهاب من وصل ثانيا بشعار هجن الزبار في توقيت 4:31 6 أجزاء من الثواني. تهانينا لهجن الزبار، تهانينا لمحمد بن مخيت من برقان، بينما ثالث المراكز كان الزعيم، وتوقيت الزعيم هو 4:32 12 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الزبار، والتهنئة موصولة لسالم بن سعيد بن دلهم الهاجري.